أخبار اليوم. مجموعة متنوعة من الأساليب المتقدمة في رياضة الكونغ فو. وتعني الساندا القتال المتلاحم باليد الخالية، مجموعة من الركلات واللكمات والطرحات الأرضية يستخدمها الفرد المقاتل في أكثر من طريقة للتغلب على الخصم. سلاح العصا، وهي أداة يستخدمها لاعب الكونغ فو للدفاع عن نفسه. يتميز هذا السلاح بكفة الوزن وأيضا قوة الضربة، يحتاج إلى تحكم عال. الاشتباك بالعصا، وتظهر هنا المهارة التي اكتسبها الطلبة في استخدام سلاح العصا للقتال. ويتخذ الطلبة الآن أشكالا دائرية تغطي أرض الطابور بأكملها. يوضح الطلبة الآن مدى المهارة في استخدام سلاح العصا. الاشتباك الزوجي، مجموعة من الاشتباكات والتخلصات يستخدمها الطلبة للتخلص من التهديدات الموجهة إليهم. الاشتباك الثلاثي، كثيرا ما يتعرض الفرد المقاتل للاشتباك مع أكثر من خصم في آن واحد، لذا فقد تم تدريب الطلبة على التعامل مع تلك المواقف. ويظهر هنا جليا مدى ما اكتسبه الطلبة من خبرات قتالية ومهارة خاصة. مجموعة متقدمة من الأساليب تتطلب المرونة والسرعة. ويتم تدريب الطلبة على رياضة الكونغ فو داخل المعهد واختبارهم بواسطة الاتحاد المصري.
400 طالب من القسم النهائي يؤدون مهارات مختلفة باستخدام سلاح السيف والدنفة بالترتيب. الاشتباك بالسيف والدنفة. المقاتلين يجتازون الموانع عن طريق السقطات الأمامية من شتى الموانع المشتعلة متدرجة الصعوبة، تظهر مدى الإقدام والروح الهجومية. على يمين ويسار المنصة مجموعة من الطلبة يقومون باجتياز بعض الموانع، يظهرون الكفاءة البدنية العالية. في المنطقة الخلفية من ساحة العرض وإلى اليسار برج ميدان التدريب الجبلي، 300 طالب من القسم النهائي يؤدون بعض المهام تم تدريبهم عليها مستخدمين كافة الوسائل. بلدنا على الكف، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. Thank you.
متحركة ذات درجات صعوبة عالية في جرأة وفدائية منقطعة النظير. إنهم وبحق خير أجناد الأرض. وسيظل الانضباط العسكري هو الركيزة الأساسية لقوات مسلحة قوية وقادرة. العرض العسكري. في المواجهة يبدأ الآن العرض العسكري بدخول حملة الأعلام. يتقدمهم قائد طابور العرض العسكري. على جانبي أرض الطابور مجموعات الطلبة تتقدم لاتخاذ أوضاعها للاصطفاف بأرض طابور العرض.